دايما بنسمع بان في ميه حوالين الجنين، هي الاسم العلمي ليها السائل الامينوسي. ايه فايدة السائل الامينوسي، وهل نقصانه او زيادته دي بتعتبر مؤشر لشيء ما؟ الحقيقة فيها اسئلة كتيرة جدا هنطرحها على ضيفنا النهاردة، دكتور علاء الدين صالح موسى، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. صباح الخير يا دكتور، صباح واهلا النور، بيك اهلا معانا. بيك، اهلا بيك، اهلا اهلا وسهلا. وسهلا. ايه هو السائل الامينوسي؟ هو طبعا احنا يعني دايما باستمرار في سيدات بتيجي تقول لي انا حاسه ان انا بطني كبرت شويه، ان انا بطني ما بقتش كبيره صغيره، الحاجات دي كلها، فابدا اعمل لها سونار وابدا اقول لها ان كميه الميه اللي حوالين الجنين او قليله، او كميه الميه اللي حوالين الجنين كتيره، فبالتالي بتبدا تسال ايه هي الميه وايه وبتتكونت ازاي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. تمام. الماء ده هو دي سبب الحياه، سبب كل شيء في الدنيا. الماء دون اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عمله اللي هو السائل الامنيوسي، بيبدا يتكون مع تكون الجنين في اول 14 يوم او اول اسبوعين من تكون البويضه بعد اخصاب. يبدا كميه الميه تبقى قليله حوالين الجنين شويه، وتبدا تكبر كل لما يتقدم الحمل لغايه لما يبقى عنده مثلا 20 اسبوع يبقى 300 مللي جرام، لما يبدا يوصل لغايه 36 اسبوع اللي هم اول التاسع يوصل لغايه بيبقى 800 ل 1000 مللي جرام، يعني لتر ميه حوالين الجنين. ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق كل شيء، خلق له كل شيء تيسر له حياته. ربنا خلق حاجات تحافظ على الخلق، على خلقه، عشان يقدر يقوم بعد كده بوظائفه كاملة في كل الظروف الموجودة. ربنا سبحانه وتعالى خلق المشيمة، المشيمة دي بتبدأ تاخد الدم اللي من الأم وتبدأ تديه للجنين. المشيمة دي اللي هي احنا بنقول ان هي دي الفلتر، او هي اهم شيء في حياة الجنين. لما بتاخد الحاجات، الام ممكن تاكل اي حاجة او تاخد حاجات سموم او اي حاجة ما توصلش للجنين. ليه؟ لان ربنا جعل خاصية في المشيمة دي تبدأ تحمي الجنين وتبدأ تعمل فلتر وتبعد الحاجات السموم ما تعديش الى الجنين، بنسميها البلاسينتال بارير. نفس الحكاية، المشيمة دي برضو بتبدأ تكون المية بتاعت اللي حوالين الجنين. يعني المية اللي حوالين الجنين دي بتيجي من المشيمة نفسها؟ بتيجي من الاتنين، بتيجي من المشيمة تبدأ تكونها في الأول، وبعد كده البيبي يبدأ يشرب المية دي وينزل على طريق يورين أو بول، البول بتاعه يبدأ يتكون المية دي حوالين الجنين دي كلها، بتكون أصلا جاية من المشيمة ومن البيبي كبول، تبول البيبي ذات نفسه. طب اسمح لنا ناخد أول تليفون لحضرتك. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. ممكن أكلم الدكتور؟ مع حضرتك، اتفضلي سؤالك. دكتور، أنا النهاردة أول يوم في الثالث، أنا حامل في أول يوم في الثالث النهاردة. ألف مبروك، الله يبارك فيك يا دكتور. فأنا عندي الغدة، باخد نص قرص اللي هو 100، تمام كده الغدة مظبوطة؟ وعملت تحليل لقيته 3.24/10. ماشي، أوكي. طيب دكتور، فأنا مش حاسة بحركة جنين خالص، عمري ما حسيت بيها من أول الحمل. الحركة بتبدأ في أول قد إيه؟ حاضر. من قد إيه أحس بيها وكده الغدة تأثر على الجنين؟ طيب حاضر، إن شاء الله خير. شكرا. أوكي، ميرسي لوجودك معانا. شكرا، اتفضل. هو يا دكتور، الحركة دي شيء مهم جدا جدا، ودي برضو الحركة على فكرة من ضمن الحاجات اللي هي أصلا السائل الأمنيوسي بيعملها. الحركة بتبدأ من أول الخلق الجنين، والجنين بيتحرك. طب امتى انا احس بالحركه؟ يبقى لازم عشان احس بالحركه لازم يكون الجنين ده كبر شويه، فبالتالي الحركه بتاعته تبقى قويه، فبالتالي ممكن تخبط في قلب الجدار بتاع الرحم والام تحس بيها. الستات اللي هم حملوا قبل كده، حصل عندهم حمله قبل كده، اسمهم بيسموهم الايه، المتكرره. الست دي عندها خبره كويسه قوي، اول ما بتحس عندي 20 اسبوع بالظبط، اللي هو الاول الخامس. الخامس تحب تبدا تحس بكيكين كده، رفسه صغيره كده موجوده فيها، وتبدا تحس بيها لان هي اتدربت قبل كده، هي عرفت وسمعت في الحمل اللي قبل كده وعرفت بقت عارفاها. اما السيدات الام البكريه اللي هي اول حمل ليها، فاحنا دي بتبقى الخبره بتاعتها قليله شويه، فبالتالي اول احساس ليها عند 22 اسبوع اللي هي 5 شهور ونص. الحركة دي طبعا مهمة جدا للجنين، وازاي ربنا سبحانه وتعالى لما خلق او عمل السائل الامنيوسي ده خلاه يبدأ يعمل من ضمن فوائده الحركة بتاعة الجنين.
احنا قلنا كنا بنتكلم ان المشيمه او الخلاص بدأ اسمح يكون. لي حضرتك، هي كانت ليها برص جزئية سؤال بتسأل على الغدة الدرقية لا، ما ومدى هي تأثيرها عليها. الغده الدرقيه طبعا مهمه جدا جدا في مع الحمل، لان هو اصلا الحمل بيزود الغده الدرقيه، هرمون الغده الدرقيه بيزيد شويه. فهي لما يكون عندها هرمون الغده الدرقيه لازم هتعمل متابعه باستمرار، هي قلت وتبدا النسبة صح يا دكتور؟ النسبه هي عاليه، سنه صغيره، عالية شوية. سنه صغيره يعني، هي اسمها هاي نورمال. فاحنا المفروض ان هي تبدا تتابع مع الدكتور بتاع البطنه ودكتور النساء على الغده، وتبدا تتابع التحاليل بتاعتها. لو لقينا عالي شويه نبدا نعلي، هي بتاخد نص المية بتاخد 50، لو لقيناها عالي شويه في قدامنا متقدم الحمل يحصل علو شويه فيها، تبدا تزود الجرعه ان شاء الله باذن الله وتكمل الحمل، ما فيش مشاكل منها خالص خالص. لما حصل حمل ما فيش مشاكل، ما لان تأثرش دائما على باستمرار، الجنين؟ هي دائما باستمرار الغده الدرقيه بتبدا لما يكون تاخر الحمل شويه، لما تكون عالية. لكن طبعا الحمل تبقى كويس، لكن طبعا ممكن تأثر الجنين، ممكن أو لو حصل كده ممكن يحصل الجنين ذات نفسه ممكن تولد عنده الغدة. ودي دايما من ضمن حاجات برضو، زمان كانت بتبقى ما كانش فيه السونار كويس قوي، وكنا ما كانش فيه الحاجات المتقدمة زي دلوقتي، كان بيحصل اوبستراكشن يعني، وهو بيتولد الطفل فكان الغدة بتاعته بتبقى كبيرة وممكن تعمل تعسر في الولاده. لكن دلوقتي طبعا احنا بقى عندنا التحاليل كويسه، بقى عندنا السونار، بقى عندنا 3 دي، كل شيء الحاجات دي كلها بنعرفها وبنعالجها اول اول باول الحمد لله. يعني حضرتك تنصحها بأن هي تتبع تتابع تعليمات الطبيب الطبيب بتاع البطنه او بتاع الغدد لازم، وتمشي بتاع معاه الغدد بتاع بتاعك يا دكتور، الغدد، غدد اما ده الصماء صح جزء من كده؟ البطنه، برانش من البطنه. تبدا تعال تبدا تتابع، ولابد ان هي تعمل تحليل باستمرار علشان يظبط الجرعه، بس يظبط معاها الجرعه بتاعت الالتروكسين. تمام. طيب نرجع بقى للسائل الأمينوسي مرة تانية، وحضرتك قلت إن هو مكوناته ال من المشيمه، جزء من المشيمه وجزء من البيبي ذات نفسه، اللي هو اليورينيشن او التبول بتاع البول بتاع بتاع البيبي. الجنين. السائل الأمينوسي ده دي اهميه مهمه جدا جدا في حياه الجنين يعني. تخيلي حضرتك لو عندك في سمكه في قلب حوض سمك، لو حضرتك خبطتي الحوض، هل يا ترى السمكه الصغيره اللي في قلب الحوض دي هتتاثر؟ مش لا. هتتاثر. نفس الحكايه، ربنا سبحانه وتعالى مخلي الجنين ده في قلب الميه اللي هي بتحيط حوالينه من كل الاتجاهات، عشان لو اي خبطه جت للام في بطنها من بره، الخبطه دي تتوزع على كل الجدار بتاع البطن الرحم، وتتوزع على كل البطن. مثلا لو كانت خدت خبطه قوتها 4 مثلا، يبص تلاقي توصل للبيبي نص. نص، سبحان نص. الله فبالتالي لا يتأثر البيبي خالص خالص. سبحان دي الله. حاجة، يبقى ايه، بتحميه من الخبطات ومن الحاجات دي كلها. تاني حاجة، سائل الأمينيس ده بيبقى فيه مواد فيتامينات، وفيه بروتين، وفيه دهون، وفيه نشا، وفيه حاجات كتيرة جدا جدا البيبي بيستخدمها لما بيكبر، بيستخدمها كغذاء ليه، يبقى نوع من التغذية ليه. هي جاية من مكونات الغذاء بتاعة الأم بقى؟ لا، هي حضرتك المشيمة بتبدأ تفرز شوية السائل الموجود دون، فعشان يبدأ يحيط بالبيبي، والبيبي بيبدأ يبلعه. فلما يبلع هذا السائل يبدأ يخش، يبدأ يفتح له كل الأجهزة الهضم كله، لأن المية بقت موجودة فيه، يبدأ يوسطح له كل جهاز الهضم لغاية الإخراج، ويبدأ ينزله على هيئة إخراج. نفس الحكاية في التبول، يبدأ لما يبلعه بيبدأ يخش على البول، ويحصل الكلى تبدأ تشتغل وتبدأ تفرز وتاخد منه الكميه اللي عايزاها، الغذاء اللي هي عايزاه، وتبدا تنزل كله تاني في البول، يبدا يخش يعني كحركه سيركل. ديناميكيه كبيشة سيركل كده، دايره على طول، دايره ورا بعضه. وكل ثلاث اسابيع او كل بيبدا يتغير خالص، وكل 3 ايام يبدا يتغير شكل حجم السائل الامنيوس ده اللي هو موجود حوالين البيبي. بعد ما بيبدا يستفاد منه كغذاء والحاجات دي كلها تفيده، يبقى برضو نفس الحكاية، في حاجة مهمة جدا، لما يبدأ البيبي ده يتحرك عايز مية عشان يبدأ يتحرك فيها فوق وتحت، ويبدأ، لأنه هو لو قاعد في مكان واحد ممكن يبدأ يحدث ستاجنيشن، دول مش هيبقى كصحة وكعضلات القوية، مش هتبقى العظم مش هيبدأ ينمو، يبقى لازم عايز مكان لو الرحم ماسك فيه كده النمو هيبقى صعب شوية. فربنا خلق له مكان واسع من الميه بحيث انه يبدا يفرد رجله بمنتهى السهوله في الدنيا، كأنه يبدا قاعد في بسين كانه مثلا. قاعد في بسين بيتحرك زي ما هو عايز، زي ما عايز باستمرار. فدي بتساعد على قوه العضلات، بتساعد على النمو بتاعه، والا بيعمل ما علاج كانش يعمل طبيعي جوه. بعلاج طبيعي جوه. وبعدين حضرتك عارفه، احنا بتخيلها لو انت حضرتك سايقه العربيه في اير باج مثلا، شوف لو حصل اي اصطدام الاير باج ده بيطلع ويروح جاي،
ضارب، فبالتالي مأمن هو نفس الحكاية، ربنا سبحانه وتعالى عمله اير باك بس بالمية، بحيث ان اي اصطدام ولا اي حاجة ما تجيش على البيبي، يبقى في امان للبيبي جامد قوي قوي. اسمح لنا ناخد تليفون. اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم اهلا السلام بيكي، اهلا ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا حامل في 8 ونص، ماشي التامن، ودلوقتي انا عندي التاني ولا التامن؟ التاني ولا التامن؟ التامن، التامن، نص التامن. 8 8 ايوه 8 اوكي نص التامن. اوكي. ودلوقتي يعني عند الدكتور قال لي السائل اللي حوالين الجنين زاد، اللي هو الميه زادت حوالين الجنين. اوكي. واعطاني حقنه الرئه. تمام. وبعدين دلوقتي بيقول لي انت ممكن تتعرضي لولاده مبكره. تمام. يعني الولاده دي هتبقى في يعني ايه؟ قال لي اعملي تحليل سكر، فانا عملت تحليل سكر فطلع بعد ساعتين من التحليل 103، والتراكمي 4 ونص. تمام كويس. فدلوقتي قال لي السكر مظبوط، فايه اللي بيزود الميه حوالين الجنين؟ اوكي. طيب وثاني حاجه، انا باخد حقن سيول عشان انا مريضه روماتيزم، حقنه الصبح حقنه بالليل. تمام. 40. ايه، اوقف السيوله امتى؟ قبل ميعاد الولاده. اوكي تمام. طيب دلوقتي انا برضك عندي ارتخاء في عضله القلب، الارتخاء ده ممكن ياثر على يعني في الولاده؟ طيب انت عملتي ايكو؟ ايوه عملت ايكو، وقال لي ان انت عندي ارتخاء في عضله القلب، بس الدكتور ممشيني على حبوب تنظيم ضربات القلب. طيب بتاخدي ايه الحبوب لتنظيم ضربات القلب؟ كونكور. كونكور. طيب اوكي ان شاء الله. طب دكتور حضرتك ما لكيش اللي هي الايكو الاجكشن قد ايه والحاجات دي، ولا الدكتور بتاع النساء ما شافش الايكو وقال لك ايه؟ بتاع النساء، الدكتور بتاع النساء قال لي هو دكتور القلب هو اللي يحدد هل هو فيه خطر ولا لا، بس دكتور القلب قال لي ان ممكن يعني الولاده تبقى حاديه، بس انا يعني خايفه، يعني خايفه من ولدتي. وحضرتك ولدتي قبل كده ولا ما ولدتيش قبل كده؟ لا دي اول ولاده لي وانا عمري 32 سنه. ان شاء الله تبقى زي الفل باذن الله، ربنا يكرمك. تقومي بالسلامه باذن الله. ميرسي لوجودك دكتور علاء، هيطمنك ان شاء الله. شكرا. هو طبعا ده من ضمن المواضيع اللي احنا كنا بنتكلم فيها، دي هتيجي ايه الاجابه بتاعت هذا السؤال، هتيجي في السياق برضو بعد ما احنا بنتكلم بنستعرض ايه فايده السائل الامنيسي. بالظبط. السائل الامنيسي ده عباره عن الماده اللي موجوده دي كلها، دي بتبقى نوع من التعقيم للبيبي. البيبي ده تعقيم طبعا، برغم ان هو بيتبول الاخراج، عمليه الاخراج فيها بس البول بيختلف عن البول بتاعنا. البول بتاعه ده ما فيهوش توكسين، ما فيهوش سموم، ما فيهوش اي مواد، ما فيهوش سموم خالص، ربنا مجهزه. بدون قطع كلام حضرتك يا دكتور علاء، هو بيتبول وبيتبرز كمان؟ هو لا، لو تبرز البيبي يعني معناها ان في حصل اي حاجه، ده معناها ان العضله بتاعت الشرج بتاعته معناها حصل لها اي حاجه، فبالتالي البراز بتاعه ده حاجه، دي علامه غير جيده، غير صحيه، غير صحيه، دي معناها ان البيبي في خطر. لكن احنا بنقول ان الميه بتنزل ميه عادي، لان هو اصلا بياخد الحاجات من المشيمه دي، الاخراج بتاعها مفيش، هو بياخد الخلاصه بتاعه الاكل بتاعه الام، مفيش فيها فضلات من فضلات الطعام. تمام. لكن بيتكون بعد كده شويه في الشهور الاخرانيه قبل الولاده، ولما بيحصل ان البراز بيحصل يعني معناها ان العضله برضه حصل لها فيها نوع من الشلل، فبالتالي بتنزل البراز، فدي علامه من علامات ان هو خلاص بقى في خطر، لازم يتولد وسريعا. فهو بالنسبة للمية اللي هي حوالين البيبي دي تبقى هي سترلايز، ما فيش فيها أي مكروب ولا أي حاجة، ربنا عامل لها زي الساك، زي الكيس مقفول. العنق الرحم بيبقى برضو عليه بلاج مقفول، عنق الرحم، لأن المهبل دائما باستمرار بيبقى فيه شوية فطر وفي شوية مكروبات اللي ممكن تخش للبيبي وتأثر فيه، فربنا عامل الكيس دون وعامل المية بحيث إن ما فيش أي مكروب يقدر يخش له إطلاقا. تاني حاجة بتعمل حاجة مهمة جدا اللي هي الحرارة، مهما عليت الحرارة أو نزلت الحرارة بتاعته اللي هي المية اللي حواليه دي، بتنها مثبتة حرارة البيبي 37 درجة لا تقل ولا تنقص. لو حرارة الجو ولا حرارة جسم حتى الأم؟ حتى حرارة جسم الأم وحتى حرارة الجو ثابتة جدا جدا، ربنا عامل دي خاصية في الفيل بتاعت المية دي بحيث إنها تخلي البيبي ده درجة الحرارة بتاعته ثابتة ما فيش خالص، فبتدي له نوع من الأكوميديشنز كده زي التكييف. عشان كده دايما باستمرار لما بيجي الطفل يتولد هو واخد على درجه حراره الام، درجه حراره
بالظبط بتبقى 37، خارج القط في الغرفه بتاعت الولاده بتبقى درجه حراره اقل شويه، فبالتالي بيزرق الطفل كده نتيجه اختلاف اختلاف درجة درجه الحرارة. الحراره. فعلشان كده دايما بس احنا بنقفل المكيفات، بنقفل كل حاجه، وبنحط البيبي في الحضانه بتاعته اللي هي السيرفو اللي هو بيبقى فيه الدفايان، بحيث انه يبقى كانه باستمرار كانه بالظبط زي الحراره بتاعت بطن امه. رحم الأم. فده دي برضه من ضمن الحاجات بتاعتي بقى، هتحميه، هتحميه من الميكروب، هتحميه من الخبطات، هتحميه من اي شيء خارجي، العوامل الخارجيه، هتحميه من الحراره. كل الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها علشان حمايه البيبي، بحيث انه يتم الفتره بتاعته النمو مفيش اي شيء ممكن يؤثر في النمو، وبالتالي يبدا يعمل له اي نوع من التشوه. فبالنسبه للسائل اللي هو الامنيوس دون بقى، ساعات بقى في حاجات بتؤثر عليه كتزيد، وفي حاجات زيادة أو بتؤثر نقصان. لما حاجات بتزوده لما حاجات بتنقصه. ولو كان ايه الحاجات اللي ممكن تنقصه بقى، احنا قلنا ان اصلا المشيمه هي اللي بتكون السائل دون. فلو حصل في حسب النقصان ده، ولو حصل النقصان ده في الثلاث شهور الاولانيين بس، او في الفتره لغايه ست شهور الفتره الاولانيه دي، بتبقى اخطر من النقصان في بعد كده. هو لو حصل ان السائل الامنيوسي ده قل في مثلا في الشهر الرابع او في الشهر الخامس، اللي بيحصل ان دايما لما بيحصل كده يبقى لاما المشيمه دي مش كويسه، ما بتقدرش تفرز كميه من السائل اللي هو المناسب اللي هو يغذيه، او السائل اللي هو يكون السائل الامنيوسي، يعني في مشكله في المشيمه دي ذات نفسها. فبالتالي احنا المفروض ان احنا بنعمل دوبلر، او ما نلاقي كميه الميه دي قليله في الشهور اللي هي بدري كده، فبنعمل دوبلر ونشوف كميه الدم اللي رايحه للمشيمه. هي لو بتبقى افريج، الميه دي بتبقى افريج، ما هياش حاجه ثابته. لا دي احنا لينا طريقه ان احنا نقيس بيها. احنا قلنا ان في الاول خالص اول اسبوعين دول بيكون مثلا حاجه صغيره قوي، بعد كده تبدا تزيد تبقى 30 لغايه تبقى 300، بعد كده تبقى 800 في الشهر التاسع، في اول التاسع عند قبل الولاده بشويه تبدا تقل بقى. ليه؟ لان المشيمه بدات الوظائف بتاعتها تقل. يعني بس بتقل بمقدار برضه يا دكتور، بتقل بمقدار بس ما بتقلش بمقدار كبير. صحيح. لكن هتبدا مش هتزيد بقى، لما تبدا ما تزيدش يعني. فاحنا ساعتها لما بنلاقي في الاول كده ان زيت نفس كميه الميه قليله، نبدا نعمل دوبلر ونطمن ان الدم اللي رايح بتاع اليوتراين ارتري رايح للمشيمه ده كويس، الدم فيه كويس قوي. لو لقينا ان في اي مشكله بنبدا نديها اسبرين، ونبدا نديها حاجه للسيوله علشان نكتر الدم الموجود اللي هو اصلا للمشيمه، فبالتالي نعنش المشيمه شوية. بعد ساعات بيكون في مشكلة في الجنين ذات نفسه، لأن هو برضو احنا قلنا إن ده شركة بين الاثنين، الجنين والجنين والمشيمة. فبالتالي بنبدأ نشوف هل يا ترى في مشكلة عند الجنين ولا لا، هل يا ترى عنده الكلى بتاعته ما بدأتش تنمو ولا لا، لأن برضو ده إخراج. فبالتالي الكلى لما تكون ما بتنموش او في اي شيء في عيب في الكلى، هيبقى ده المشكله بتاعته، هيقلل برضو كميه السائل الموجود. هل يا ترى عنده مشكله في البلع، يعني في عنده مشكله في ذات نفس في المريء موجود، هل يا ترى مشكله في الجهاز الهضمي، هل يا ترى في عنده اي حاجه في دماغه، مثلا في حاجه اسمها انكفالي، ما عندوش مخ، يعني بيبقى بيبي من غير مخ، ما فيش تجويف بتاع الدماغ بتاعته، ما يكونش فيه مخ. كل الحاجات دي كلها بتبدا تؤثر في كميه السائل الامنيوسي. هل احنا بنشخص بس، ولا ممكن من خلال فرع طب الجنين احنا كمان نعالج المشاكل اللي بتظهر؟ احنا بنشخص وبنعالج. طبعا دلوقتي بقت حاجات معقوله، بس طبعا في حاجات ما تنفعش نعالج. يعني احنا بالنسبه لو بصينا كده، ايه فايده السائل الامنيوسي لينا احنا؟ احنا قلنا ده فايدته للبيبي. احنا قلنا اتكلمنا لينا احنا اللي هو مين؟ لينا احنا كاطباء. الفايده لا، ما هي الام هو الام مفيد برضو الام، لان الكيكنج ده والضرب ده لو كان ما فيش سائل امنيوسي هتحس بالم شديد جدا. لا ده هي اللي مفيد للام برضو، مفيد ان هو حتى بيمنع دخول اي ميكروب عشان يخش للرحم، والا يعمل حاجه اسمها كوريو امنيونايتس، يعني التهاب في ذات نفس الكوريون اللي موجود في الرحم، وده حاجه قاتله، يعني حاجه خطيره جدا جدا يعني. لكن كاطباء